بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. عزيزي صدق ماتش الجيش الملكي واتحاد العاصمه طلع ليه منظور تاني كويس؟ والله منظور تاني كويس كده، هنخش ونتكلم فيه دلوقتي مع بعض. منظور ان مديك بتكسب يا معلم، يعني لما ربنا كرمك وجبت جونين محدش لغاهم لك. اشمعنى بقى وانت بتكسب كنت انت اللي جامد، وانت بتخسر كان في عوامل تانيه هي سبب خسارتك؟ يعني مثلا لو الجيش الملكي كان عمل نتيجه ايجابيه كان ايه اللي هيتقال؟ فوزي لجع دعم الجيش الملكي. دلوقتي كسبت يا معلم. لا والله اصل احنا ابطال واحنا بنكسب علشان خاطر احنا فريق جامد. طب ما كويس، اديك عرفت القاعده ايه، انت فريق جامد فريق بطل تعرف تكسب من غير ما حد ما يحضر لك في حفر ويحضر لك في مؤامرات. لا والله انا بكتشف الحاجات دي وانا بكسب. بس طب ما تكتشف الحاجات دي وانت بتخسر برضو او انت بتتعادل. ايه ده؟ يعني ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ يعني من الاخر مش كل فشل انت بتقع فيه بيكون بسبب حد تاني، مش كل فشل بيكون بسبب لجع، مش كل فشل بيكون بسبب متسيبي، مش كل فشل في بطوله بيكون بسبب ان في كولس عليك، مش كل فشل بسبب خساره معناها ان انت كان في فار متحامل ضدك وكان في بكاري جسامه وكان في سامو الايتو وكان في كلام حمضان من ده. لما كنت بتعرف تجيب جوان كسبت، ولما ما بتعرفش تجيب جوان ويخش فيك جوان خسرت. شوف يا جدع ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ بص ده كوره يا معلم، اللي بيسجل اهداف في الشبكه هو اللي بيكسب. طب ما احنا عارفين كده. والله كويس ان انت عارف الحاجات دي. امال بتكاكي ليه يا ابني لما بيحصل اي حاجه سلبيه وبتقول معلش حقرونا المراهقه والمغاربه عننا مؤامره؟ طب ما ليك بتكسب اهو، بتكسب مغاربه كمان يا معلم. اشمعنى بماتش الوداد لما شفنا الوداد كسب قال لك لا الله التحكيم بيساعد الوداد عشان خاطر فوزي لجع؟ طب بالنسبه لفريق الجيش الملكي ده، فريق مغربي ولا فريق مش مغربي؟ طب وبالنسبه لفريق الرجاء اللي خسر عندنا في مصر ده، فريق مغربي ولا لا؟ انت مش ملاحظ يا زميلي ان الثلاث الفرق المغربيه خسروا؟ طبيعي خسروا. ليه؟ عشان ربنا ما بيوفقهمش، عشان هم بيقولوا كلام علينا كتير. يعني ربنا ما وفقهمش، المشكله فيهم هم. صح، حلو الكلام ده جدا. حلو الكلام ده جدا. طب فين بقى فوزي لجع في الثلاث ماتشات؟ يعني ليه فوزي لجع ما تدخلش وكسب الرجاء ولا كسب الوداد ولا كسب فريق الجيش الملكي؟ فوزي لجع ما عرفش يتدخل عشان هينزل يعمل ايه في الملعب؟ طب ما كويس، طب ما ديك بتعترف ان هو هينزل يعمل ايه في الملعب، يبقى هو كان بيعمل ايه قبل كده؟ ما كانش بيعمل حاجه قبل كده. حاجه عشان هو ما كانش عنده ادوات يقدر يأذينا بيها. طب ما هو ما كانش عنده ادوات يقدر يأذيك بيها قبل كده. يعني هدف مثلا توكو ايكامبي، هل فوزي لجع اللي عمل له الاسيست؟ لا والله هو اللي سجل الهدف. انت عايز توصل ليه من الاخر؟ انا عايز اوصل لحاجه، انت وانت بتكسب ما تقولش على نفسك ان انت جامد ومفيش مؤامرات وان انت اكبر من مؤامرات والكلام ده، ولما تخسر تقول لي لا والله اصل انا في مؤامرات بتوقعني، لما الفرق المغربيه تكسب لا والله اصل هم بيكسبوا بالكولسه، ولما يخسروا لا والله اصل هم بيخسروا عشان مستواهم تعبان. ما تفهمني بقى يا معلم، فهمني، وهي الفرق المغربيه بتكسب بتكون بتكسب بكولسه ازاي، وهي بتخسر بتخسر عشان خاطر هي وحشه ازاي؟ ارحم اهلي وبطل تتكلم في كواليس. حمني وبطل تتكلم في كواليس والنبي، وما تصدقش العالم اللي بتشتغلك وبتقول لك ان انت جامد بس في ناس بتخطط لك علشان توقعك. فكك من الكلام الحمضان ده يا ابن عمي، اسمع مني على السكه وعلى الدغري. الجو اللي انت بتتكلم عليه على فوزي لجع ده مفيش حد بيتكلم عليه في افريقيا غيرك، يعني مفيش حد في افريقيا بيضخم جدا 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 من صلاحيات فوزي لجع في الاتحاد الافريقي بقدرك انت. في المغاربة بيتمنوا ان كلامك انت يكون صحيح على صلاحيات فوزي لجع في الاتحاد الافريقي. يعني مثلا يعني تلاقي الاعلام الجزائري بيقول لك ان فوزي لجع هو الحاكم الفعلي للاتحاد الافريقي. المغرب يقول لك يا رب، والله يا ريت، والله يا ريت لجع يكون هو الحاكم الفعلي للاتحاد الافريقي. فبص من الاخر كده، ما تحملش فشلك لحد. زي ما بتفرح وبتفتخر ان انت بتكسب وبتقول ان انا بطل وانت بتخسر، دور على انك تعالج اخطائك ازاي بدل ما ترمي شماعات على ناس تانية. والنبي مش هتفهم حاجة صح؟ وانا مش عايز اكلمك على انك تفهم او ما تفهمش، بس انا عايز اقولك ان الفرق المغربية بتخسر عادي، مفيش اي مشكلة.